عندك حاجة تقولها للست مشيئة؟ عندي. قول. أنا ما قتلتش سعر ولا قتلوا مهران، ولو عايزاني أخلص عليه أنا برضو مستعد، ولو عايزاني أجيبه حي تحت رجليك تعملي فيما بدالك برضو مستعد. الاتنين عندي سيانة. على اعتبار إن مهران بعيد عن يدي ما أقدرش أجيبه تحت رجلي، اللي وز زي اللي قتل ولا إيه؟ يبقى نحكم الشرع بينا. الشرع بيقول من قتل يقتل. كمان الشرع بيقول ممكن ندفع دية. وأنا مش هيكفيني في صقر غير طارو. وطارو عندك طول ما انت في بيتي انت في امان، لكن لما رجلك تخطي عتبه البيت بخطوه مالكش عندي امان. يبقى كده انت اللي حكمت، يا قاتل يا مقتول، واللي لاقي التاني حلال على التاني. انت اللي اخترت يا مشيئه، وقدم المشيئه ومن غير سلام. ايوه حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ اهلا يا بنتي، اتفضلي. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا ابني. عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين خالد؟ خالد قاعد في اوضته قافل على نفسه، مش عايز يتكلم مع حد. ليه؟ وفي حاجه مش فاهم حاجه، وايه اللي حصل؟ الحقيقه ابني اصله ساب خطيبته، طلعت بنت قليله الاصل، وهو كان بيحبها قوي. خلاص اللي زي دي بقى ما يتبكيش عليها ولا يفكر فيها اساسا. هو بيعمل في نفسه كده ليه وعشان مين؟ والله قلت له كده، سيزر بقى يعني اللي على البره عوام واحساسه غيرنا خالص. طب تعال ندخل له سوا، يمكن اقدر اخليه يخرج. اخاف يعني يحرجك ولا حاجه؟ لا 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 مش هيحرجني. غالية طب انا هاجي معاكي. خليك انت مستريح، تعالى يا حاج. خليني مستريح؟ طب انا استنى كده تحت. طيب ماشي. اتفضل يا خالد. يا خالد، ست ليلي معايا وعايزه تتكلم معاك. حاضر يا بابا. تعال. ايه؟ ينفع كده؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. في ايه بس؟ ليه حبس نفسك كده؟ طب انا كنت لسه هعمل قهوه. اعمل لك قهوه؟ اوكي. قهوتك ايه؟ مظبوطة لو سمحت. مظبوط. شكرا يا حاج. وانت تشرب حاجة؟ اعمل لك شاي باللبن؟ لا شكرا يا بابا. حاضر. في ايه يا خالد؟ مالك يا ابن الاصول؟ محدش يستاهل اللي انت بتعمله في نفسك ده. الحاج بيقول ان انت قافل على نفسك ومش عايز تكلم حد. انا اسفه ان انا بتدخل في خصوصياتك، ولو مش حابب ان انت تتكلم معايا انا ممكن اقوم امشي. لا لا تمشي فين؟ انت منوران والله، مجيتك على راسي، بس غصب عني انا مش قادر اتكلم في اي حاجه. هقول لك ايه بس، محدش فينا ما اتكسرش، ومحدش فينا الدنيا ما جاتش عليه، بس الشاطر والجدع هو اللي يقع ويقوم ويكمل وما يخليش اي حاجه تكسره. بس الكسره لما بتجيلك من اقرب الناس ليك بتوجع قوي، علاجها بيبقى صعب، زي السكاكين اللي تنزل في قلبك وتفضل تقطع فيه. المشكلة إن أنت شايفهم أغلى الناس، بس هم مش أغلى الناس، وطالما باعوك يبقى ما يستاهلوش إنك تحزن عليهم ولو ثانية واحدة. حبيتها قوي، بس أعمل إيه؟ مش بإيدي. مش ده المتر خالد القوي اللي أنا شايفاه قدامي. الشركة محتاجة لك يا خالد، والشغل هو الحاجة الوحيدة اللي هتخرجك من اللي انت فيه ده.